اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها باسفل الشاشه. تقدرون تتواصلون ويانا عن طريق هاي الارقام في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان. تقدرون تتواصلون ويانا عبر تطبيق الواتساب على الرقم الاخير اللي تشوفوه بالاسفل هنا اللي بصفه اشاره الواتساب. تقدرون تتواصلون ويانا برسائل مكتوبه، اتمنى تكون الرسائل متبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. على قدم وساق، عمليات شراء الذمم للصحفيين والناشطين مقابل للترويج لإنجازات مزعومة لحكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشياع السوداني، مقابل أموال تصرف من خزينة الدولة العامة موجودة اليوم بالعراق، والماكينات الإعلامية اللي تحيط السوداني على الرافعات الأكثر فاعلية حتى تصوره هو حامل عصا سحرية راح تطرد الفقر وتقدم الخدمات و و و و بوقت تضيق به الدوائر المقربة من الحكومة، الخناق على كل من يكشف حقيقة الأداء الحكومي. عملية الترويج لشخص محمد الشياع السوداني ارتكزت منذ لحظة ترشحه على دعائم أساسية عدة، وما كان صعوده من الصف الثاني إلى رئاسة الوزراء مطرز بتقديم الخدمات وبس، لا، لما أطلقوا على حكومته وصف حكومته خدمات، وروجت ماكينته الإعلامية صورة ذهنية إليه أنه هو أول رئيس وزراء بعد عام 2003 من الداخل، لذا هو بالضرورة يعرف اللي يريد الناس على حد قول الدعاية والخدمات الإعلامية اللي دفعوا لها فلوس. لعلكم تتذكرون شلون السلم السوداني المنصب لما وعد أن يكمل مدخل بغداد الشمالي من جهة، وما يعرف بسيطرة الشؤون على الرغم من مرور عامين على الوعود، لكن بعد الأمر متلكئ وما انتهى لحد هاي اللحظة، بوقت أكدوا به عراقيين رداءة الجزء المنجز من هذه البوابة بعد أن رصدوا سوء تنفيذ مشروع بوابة بغداد الشمالية. تعالوا نشوفها سوية. خاف ما تعرف وينفتح، يقولوا العالم باع التراب. حياته بعد لا مفتوح ولا ابد نهائيا، مجرد خلين صبات ندوري عليه السياره اللي محمله الصبات. حياته بس هذا المكان، خليني اشوف لكم مكانات الباكية بعده مفتوح ودايس، يعني مجرد سيارة مفترة عليه كله متخلع. حياته طريق الداجي اللي يم سيطرة الشؤون القديمة بأصبعي اصبعي كله، تمام؟ هذا الطريق كله خالق. فعليا على الوعود اللي هم يطلقوها، اكو اغنيه للراحل رياض احمد اسمها مجرد كلام، يحتاج نحور بعض الكلمات بيها حتى نشوف المجرد كلام اللي هم دا يحجوا في تنفيذ المشاريع الخدميه. من ضمن المشاريع الخدمية هي المجسرات اللي تروج لها الماكينة الإعلامية الحكومية أنه هي حكومة خدمات وهي الشغل الشاغل للعراقيين، خصوصاً أنه هي ما أنجزت ضمن الضوابط والشروط ورا ما رصدوا مواطنين هواية من المشاكل الفنية بهاي المجسرات. الحديث بهذا المقطع عن مجسرات بسماية اللي تم افتتاحها مؤخراً، يعني هذا الجسر جديد، تعالوا نشوفكم الجسر الجديد. يعني هذا هسه الاطار مال شيش التسليح هسه بهاي الطبقه وهاي الجوينات، هسه المفروض احنا عندنا جوين، وين الجوينات؟ من اشتغلت وجيت بالسوق يعني ترى ما عنده خبره بالجسور، وين المهندس المشرف؟ وين المهندس المشرف؟ هذا واقع الحال
التافه. هذا واقع الحال للجسور. وين الجوينات؟ جوينات جوينات احنا بس بنشوف الجوين. هذا هسه عندنا جوين، وينه؟ يلا تفضل. تفضلوا يا عراقيين. تفضلوا يا مسؤولين. تفضلوا يا أمة الله، يا أمة محمد، يا أمة الإسلام. إحنا نريد أن بس الإنسانية، الشركات يا مقاولين، بس الإنسانية يا مهندسين، يا نقابة المهندسين، يا مختبرات الفحص، يا إشراف، يا دولة، يعني وإن من الناس بعد المن هاك هذا العمل من بعد ما يكمل يكسي يكسي بال يكسب الجسر يضل يكمله يرجع يتذكر ما في جوينات، يرجع يحفره يغلقه بالصبات وشوف هذا العمل الركيك. احلى شيء لما اكو مهندس يبني جسر وما يتذكر انه اكو بي جوينات. جوينات شنو هي؟ جوينات هي عباره عن سلسله معدنيه تكون بهذه الصوره، تدخل ببعضها ببعض بحالة انكماش الاسمنت او الصبة او الخرسانة مال الجسر، ينكمش الاسمنت فتنفتح بهذه الصورة، تصير اكو فراغ بيناتهن، وفي حالة تمدد في فصل الصيف يتمدد الاسمنت وتدخل ببعضها وتصير بهذه الصورة، فهي تكون مقاومة لعمليات التمدد والانكماش بسبب العوامل الجوية وفصول السنة، صيف شتاء ربيع خريف. فذني مهمات للجسر ليش؟ لانه اذا انت سويت جسر طبقه واحده وتمدد بوط طق من صفحه وقع، واذا انكمش طق من صفحه وقع. فهم لما اخترعوا الجوينات ذني للجسور ما اخترعوها اعتباطا، لان هم يعرفون ذن الجسور تتعرض الى عوامل هوايه، حفاظا عليها يسوون هاي الجوينات. اما الجماعه بالعراق لا، يتذكرون ورا ما يصبون، ورا ما يكملون، ورا ما يسلمون انه عندنا مشكله بالجوينات. حكومه محمد الشياع السوداني اطلقت مشروع، هو مشروع لفك الاختناقات المروريه والازدحامات في العاصمه العراقيه بغداد. هذا المشروع العام السنه الماضيه سووه باحتفاليه كبيره، وطلع بها السوداني وصرح مجموعه من التصريحات الناريه، منها انه هاي المشاريع لن ما راح تروح مثل المشاريع المتلكئه، لا راح تمشي على قدم وساق، وهي راح تصير لاول مره في بغداد، حتى يكون عام 2023 هو عام المشاريع الحكوميه. بلغ عدد مشاريع فك الاختناقات المروريه 16 مشروع. افتتح من عندها مجسر تقاطع قرطبه بالباب الشرجي وبوسط العاصمه العراقيه بغداد، اللي يعتبر احد مشاريع الحزمه الاولى لفك الاختناقات المروريه. وراها غف بأول يوم وبأول نهار إلى بهواية من السيارات والازدحامات، وكان شاهد على فشل الحكومة بحال أزمة الازدحامات الخانقة ويا بدء التوقيتات الجديدة. مختصين شككوا بجدوى هاي المجسرات اللي ما أنجز من ضمن مشاريع فضل الاختناقات بظل وجود مشاكل أخرى تستدعي الوقوف لما يطوها وتقديم حلول ناجعة إلها للقضاء على مشكلة الاختناقات المرورية ببغداد، واللي بلغ عدد سكانها 9 مليون نسمة بوفق جهاز الإحصاء السكاني المركزي. لكن المفارقة أنه هذا المجسر على الرغم من حداثة إنجازه انغلق مرتين للصيانة، واكو مخاوف يعني جودة ومتانة المجسر اللي شيد بفترة قياسية، أسباب إغلاقه مرتين أيضا وراها لإنجاز عمليات الصيانة، ويفترض أنه أنجز حديثا وما يحتاج للصيانة. تعالوا نشوف. اخواني الاعزاء، احد منجزات محمد الشياع السوداني اللي خبصنا بها الاطار التنسيقي، هاي جسر طوله 1 كيلومتر ب 41 مليار، هاي مثل ما تشوفون ما صار له شهر واحد من انفتح مسدود. ليش؟ والله ما اعرف. تقول لي ليش هذا جسر ب 41 مليار؟ تعرف شنو 41 مليار؟ ومسدود. شو صيانة؟ رمش رمش، هذا من الاستخبارات. شوف اليوم حافروا وراح يصلحوه بالجديد. شاو المليارات ذبيتون علي. شنو ذنش طلعت؟ ما صار له شهر.
على شيء قال له والمليارات اللي ذبيتوها عليها ما صار لشهر حالهن حال المليارات اللي ذبوهن على هواية مشاريع. مشكلة العراق اليوم لما نحكي عن المشاريع المرورية والمشاريع الحكومية والمشاريع الخدمية والمشاريع الصحية والمشاريع نسمع بمشاريع كومة. العراق اليوم هو بلد المشاريع، بس وينهم؟ ما حد يشوفهن. عندنا مشاريع لفك الاختناقات المرورية والازدحامات مو طبيعية، عندنا مشاريع لبناء مدارس والعراق بها دوام ثنائي وثلاثي ورباعي ومزدوج وثلاث دوامات واربع دوامات، العراق بناء مستشفيات كوما والعراق عنده مشكلة بالأسرة وبالأطباء وبالعلاج وبالأدوية و و و و و الشغلة الوحيدة اللي دا يشوفها العراقي هي المجمعات السكنية اللي دا تنباع بمئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات، مثل بوابة بغداد، مثل مجمع بسماية، مثل مجمعات سكنية تابعة إلى مستثمرين إلى سياسيين إلى أحزاب اللي بيها مردود. أما مجسر مستشفى ما بيها مردود، مستشفى أهلي. الناس علقت سولاف سامح: جسر أبو الطابقين أنشئ عام 1992 ولم تجري عليه أي صيانة لحد الآن، وهو شامخ برغم كل أعمال التخريب التي طالته من أجل هدمه. الفرق بين هذا وذاك أن هناك من يعمل لبلده بإخلاص وبين من يسرقه جهارا نهارا. ناظم الركابي: أهم شيء الحكومة والأحزاب حطوا المالات بالجيب وانتهى الموضوع، حكومة سرقات العفو خدمات. أبو رعد البيضاني: أشوف هاي الجسور عمرها قصير بسبب سرعة الإنجاز وسوء العمل ضمن المواصفات العالمية، يجب محاسبة المشرفين على تلك الجسور. أبو سرمد: مشاريع بدون تخطيط، بدون شركات رصينة ومواد بناء مستهلكة وعمال ومهندسين نصردن، ولا يقضى على الازدحامات إنما ينقل الازدحام من مكان إلى آخر، مشاريع تتقاسم والأعزاء فيما بينها. حميد الإبراهيمي: حكمتم 21 سنة وأنفقتم 1950 مليار دولار تكفي لبناء 15 دولة، وما بنيتم محطة كهرباء واحدة، لا يوجد أغبى منكم إلا المدافعين عنكم والمطبلين لكم. حسين الجنابي: أنا أتوقع، وهذا رأيي الشخصي كمهندس استشاري، أن هذه المجسرات نفذت بسرعة على حساب المواصفات المعمول بها، والله يستر. أول كومنت كان موجود ويانا هو كومنت الأخت سلاف اللي تكلمت بيه عن جسر أبو الطابقين اللي تم بناءه سنة 1992. للعلم سنة 92 تم إنجاز جزرين، جسر أبو الطابقين اللي حكت عليه ست سلاف والجسر المعلق، وكان العراق محاصر حصار شديد، حصار غاشم بكل معنى الكلمة. يا ترى العراق من جاب الحبل أو السلك اللي نرفع به الجسر المعلق واللي هو موجود؟ أتصور على طرفين الجسر بواحد اثنين ثلاثة، يعني ست حبال أو ست أسلاك، والسلك هذا متنا. فشوفوا المعاناة اللي كان العراق يعانيها في وقتها حتى يستورد هذا السلك حتى يرفع به الجسر المعلق. وأتصور حسب ما سمعت أنه استخدم أسلاك تستخدم في ربط البواخر أو الموانئ. وجسر أبو الطابقين انبنى أيضاً بوقت الحصار وبأيادي عراقية وشركات عراقية وعمال وخلفات ومهندسين عراقيين، واحنا بال 2024 جسر أبو الطابقين لليوم طابقين، بوقتها كان بال 92 جسر أبو الطابقين أعجوبة العجائب. معقولة أكو جسر مو سايدياً؟ معقولة أكو جسر طابق يروح وطابق يرجع؟ والطابق الجوة تشوف الأقواس اللي عالشاط وتباوع وفرحانين عفواً، والعالم محتفلة وفرحانة، وعالم طالعة من بيوتها دا تروح الجسر أبو الطابقين دا تركب عليه بهالسايد وترجع على الطابق الثاني، كنا فرحانين بي. بالحصار لما كان ينبني مشروع كنا نحس بقيمته لأنه يقاوم، والدليل من 92 ل 2024 ماكو عليه عمليات إجراس، ما سووا عليه عمليات صيانة. الجسر المعلق كذلك. المستشفيات العراقية اللي اليوم دا تعاني انبنت بالسبعينات وبالثمانينات، من ضمنها مستشفى النعمان اللي موجودة في مدينة العظمية في العاصمة العراقية بغداد، اللي أنا انولدت بها واللي كانت تعتبر واحدة من
أكبر أو من كبريات المستشفيات بالعراق، وكان لها اسم رنان بالعراق، مستشفى النعمان معروف. روحوا شوفوا حال مستشفى النعمان أو الكندي أو ابن البيطار أو 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 مستشفى اليرموك. روحوا شوفوا حالهم وتعالوا، أو مدينة الطب. عندنا اتصال صدام من تركيا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذي. مرحب أستاذي. إحنا العراقيين اللي مقيمين بتركيا. نعم. عندنا أول شيء، إحنا طلاب، أنا هسه حالياً طالب جامعة. نعم. أستاذي، وزارة التربية ما دا يعترفون بشهادتنا، ليش يم متخرجين من المدارس التركية؟ لحظة، أنت طالب جامعة لو مدرسة؟ أنا تخرجت من مدرسة تركية. زين. وحالياً دا أدرس جامعة. مدي جامعتك وين؟ جامعتي بتركيا. زين، تمام. وأكو هواي مواطنين هنا عراقيين، يعني لا عندهم بطاقة موحدة، لا عندهم فتشي، لا يقدر يطلع جواز. قضية البطاقة الموحدة والجوازات. نعم، بس أنا أرد أسألك على قضية التعليم. نعم استاذ. شوف، أنا مو دفاعا عنهم أو مو ضدك، لكن أي دولة بالعالم هي عندها لائحة. هسا إذا تروح إلى أي دولة بالوطن العربي، ما أريدك تروح بعيد، أريدك دول الجوار، سوريا، الأردن، السعودية، الكويت، لبنان، في أي دولة راح تلقي عندها قائمة بالمدارس المعترف بها في باقي دول العالم، وقائمة أخرى بالجامعات المعترف بها. السؤال بس أرد أطرحه عليك، أنتوا تابعتوا هاي القضية لو لا؟ السادي، إحنا نتابع هاي القضية دائماً. احنا تخرجنا من المدارس التركية. زين. لان اعمارنا ما تسمح، فتخرجنا من المدارس التركية المسائية اللي هي تقابل المدارس التركية العراقية المسائية، حالها حالها، لان اعمارنا ما تسمح. نعم. فتخرجنا من المدارس. اجا قرار ب 2021 بزمن كورونا، من صارت المدارس اونلاين. نعم. فيقولون والله هاي الامتحانات اونلاين وصارت كلك على اساس، فمدى يعترفون بيها؟ وهسه انا طالب جامعه، يعني قدمتوا طلب الوزير التربيه، الوزير التعليم العالي، احد راجع لكم؟ ارد اعرف ردهم الرسمي لكم شنو كان. استاذي، هاي انا بالقناه مال الملحقيه الثقافيه بالتليجرام. نعم. ماكو مدى يعترفون بها، يعني هاي يعني كل ما ينزلون كل سنة جديدة ينزلون فتشي، يعني الاعترافات يقول لك نصدق الشهادات المتخرجين من المدارس التركية ما عدا المسائي. نعم. يعني نعم. احنا عمارنا ما تسمح. نعم. أنا نعم. عمري مثلا 27 سنة. وصلت أخ صدام. يعني الأخ صدام، المعاناة اللي دا يحكيها هي قضية البطائق الموحدة، هي قضية العراقيين في كل دول الخارج، لأن حد الآن ما اشتغلت ما تفعلت. نسمع أنه راح يتم تفعيل إصدار البطاقة الموحدة في سفارات العراق في دول الخارج، وتبدأ من دول الجوار إلى ما بعد ذلك، لكن لحد الآن ما تنفذ من هذا شيء، والسبب ليش ما حد يدري. قضية ثانية، مشكلة الجوازات هاي مشكلة والمعاناة العراقية، لكن يعني واحد يكون صريح أنه بالآونة الأخيرة القنصلية العراقية في 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 تركيا كانت شوية أحسن من وقت مضى. أما قضية التعليم والاعتراف بالجامعات والمدارس، الأخ صدام يعني هو دي يقصد أنه هو درس على كبر، ودرس في الجانب المسائي أو الفرع المسائي حتى يكمل دراسته. وحتى بالعراق كان أكو مسائي، وزارة التربية إذا طلع سجلات كان عندنا جامعات ومدارس مسائية، فهم دا يطالبون باعتراف. فأتمنى وزارة التربية والتعليم العالي تنظر لهم، ولو أنا أشك، لأنه العشرة الأوائل ما مباوعين عليهم. أي والله. نعم. شكرا لك أخ صدام. أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالعراق أثارت غضب الشارع العراقي من فشل الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة إطار تنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني، اللي تطلق الوعود الوهمية بمعالجة ملف الكهرباء، على الرغم أنه هي أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على الكهرباء من 2003 لليوم،
وارتفاع درجات الحرارة بالعراق وتتزامن ويا موجة حر تشهدها البلاد هذه الأيام، تتكرر انقطاعات التيار الكهربائي وساعات طويلة عن مختلف المحافظات العراقية ومنها المستشفيات. وأظهرت صور من مستشفى الرمادي الحالة اللي راح تشوفوها هسه. أمام أنظار مدير المستشفى الرمادي التأميمي وإلى مدير صحة محافظة الأنبار، على حال مستشفى الرمادي التأميمي كهرباء مقطوعة منذ أكثر من نصف ساعة، مصاعد معطلة وكل شيء في المستشفى معطل. والناس الصاحية تشحذ الأنفاس، وكيف بحال المرضى؟ تتخيلوا طفت الكهرباء وهم اكو بالمستشفى بغرفه عمليات، واحد يسوي له عمليه طلع واحد راسه من الغرفه، تعالوا لحقوا جيبوا لنا بومب. شايفين هذا المنفاخ مال الرجل مال الحدادين مال ايام قبل اللي وجر به الجمر حتى يسوي السيوف الرماح، جايبينهم واحد ويجي واحد يظل يدوز يعطي اكسجين للمريض. لا حول ولا قوه الا بالله. مستشفى قضاء الغراف بمحافظه الديقار ايضا تداورت حاله المرضى به بسبب انقطاع التيار الكهربائي بوسط اسئله من المراجعين شنو دور اقسام الصيانه بتوفير المولدات والخطوط البديله مثل هاي الحالات. تعالوا مستشفى قطع في كهرباء سلم، يلا تفضلوا ودار الدوره. يلا شوفوا مستشفى الغراف طافي، تفضل هذا مركز صحي طوارئ. شلون مستشفياتنا تخبل، ماكو احلى من عندها. وافي البصرة يا عيني على البصرة، هاي المستشفى طلعت ويانا كوما، مركز الأورام السرطانية، مركز الأورام والأمراض السرطانية في محافظة البصرة، أيضا قطعوا الكهرباء عنه. ما اتخذت الحكومة والسلطات المسؤولة بالمحافظة أي إجراءات حتى تفادي هاي المشكلة، خصوصا أنه المرضى اللي موجودين هنا والأطفال والنساء والرجال وكبار السن لازم يحتاجون عناية فائقة لخصوصية مرضهم. تعالوا نشوف. الأورام طافية صار لها نص ساعة، هي والطوارئ تو اشتغل بها قلوب واحد على الشحن ما ادري شنو. هاي مستشفى الأورام، مستشفى الأورام مال البصرة، هاي طافية كهرباء. وهاي عندنا مرضى حالتهم خطرة والله العظيم، هاي عوائل قاعدين ومستشفى المستشفى طافية ما بيها كهرباء، طفى صار لها نص ساعة، وهاي الطوارئ طافية. هاي مستشفى الأورام، هاي الأورام الله ينتقم منك يا عباس التميمي، الله ينتقم منك انت وكل مسؤول وياك بالصحة مال البصرة دمرتها. هاي مستشفى طافية هسه صار لهم من الساعة مطفية كهرباء، شوف ذاك الفندق يشتغل وهاي المستشفى طافية. أعزائي ذوي المرضى بالعراق، بداية الاحتلال طشت بالعراق مولدات إذا تذكرون صغار، صفر كان أغلبهن صغيرة هيك تحطها بالغرفة وبيها فيش تربطها بأي مقبس كهرباء أو فيشة مال كهرباء وتشغل المولدة تعطي كهرباء للغرفة أو للبيت بصورة ضعيفة. فأعزائي ذو المرضى في العراق، أي واحد عنده مريض يريد يروح المستشفى لازم ويا العدة مالتك، أنت تحتاج سدية، تحتاج شاش، مقصات، شفوف، ما أعرف شنو ذني، كلهن أنت تحتاجن، كلهن توفرن، وتوفر وياك مولدة، وتوفر وياك قاتل حشرات، توفر وياك مصيادة مال فيران، توفر وياك معقمات ومنظفات، لأن ذني ما تلقاهن حبيب قلبي. احتمال تلقى كلاب سائبة، قطاط، ضباع، فيران، ذني كلن تلقاهن، نفايات وأوساخ ذني كلن تلقاهن، مي من تصريف صحي تلقاه، سدية نظيفة ما تلقى. فحضر أمورك، شلون احنا من نطلع سفرة نكتبها على صفحة شنو نحتاجها ونخليها بصندوق السيارة ونطلع، حضر أمورك وروح للمستشفى. فالمولدة جهزوها وقيدوها وياكم، هي
شيء ضروري وياكم حتى شويه اكسجين شغله ما اعرف شنو تشغلوها. ابراهيم عماد هذا الشيء كله مقصود لتقويه المستشفيات الاهليه على حساب الحكوميه، لان المستشفيات الاهليه كلها تابعه لاشخاص متحزبين مسيطرين على وزاره الصحه. الحيدر الاعرجي المفروض اكو مولدات لاي طارئ، تخيل واحد بغرفه عمليات هسه شنو حاله؟ اكيد يموت. مصطفى حسن وين المولدات الكهربائيه اللي تشتغل وتطفى واحده وين الصيانه؟ ام حسن لعد وين مدير المستشفى؟ ما يدري ماكو كهرباء؟ لو هذول مو اطفال مسؤولين، حسبي الله ونعم الوكيل. راني اركان اغلب المستشفيات هيك، خالي الله يرحمه كان عايش على اجهزه بمستشفى الكاظميه وما قبلوا نقله المستشفى اهلي خوفا على حياته، التالي طفت الكهرباء نص ساعه ومات الرجال، حسبي الله ونعم الوكيل بهم. كريم المفرجي لكل مستشفى مولدات وشعبه صيانه وتزويد المولده بالوقود الكاز، اين هذا؟ فكان هذا تعليق الناس على قضيه تدهور الصحه بالعراق. ابو علي من الديوانيه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حبيبي 21 سنه لا حققوا من زنت زرعته لا صحه لا كهرباء ولا ماء نقل الشعب. نعم. قردستان الكراد حكم البرزاني يقولون عليه عميل، بس بروح ابين تقارنون نفسكم بالبرزاني. هذا الشمال المرصع لا الكهرباء والخدمات تقارنون بكم، عم يجيبون لنا عميل. خلونا بيد امريكا وخلونا بيد بريطانيا. لا 21 سنه مستشفيات ماكو، واحنا وعينا على الدنيا صحه وكهرباء وماي، كان المجان ذني. ومن القى كهرباء ومن القى لا علينا بالتداول مال التسعينيات. زين انتم ساكن كل بيت 4 ملايين 5 ملايين كهرباء، وكهرباء ما عندنا بالصيف. نعم. والله ما تجيبكم تعالوا قاعدين مكاننا يوم واحد السياسيين. نعم. انت ارحم الاشاع السوداني اللي تقارن روحك صادق، لا والله انت كاذب. اصلا لا تعرف السياسه ولا جابك مجرد فزاعه، وانا متاكد اللي تشتغل جواك غيرك. لان لو ايدك تشتغل تراعيت وعيت انت من مكان الفقير تراعيت الفقر، بس انت حاصلك فزاعه. يعني نعم. هاي الديوانية امامك تطلع مظاهرات ودنا الشغف داي صدام نسكت موتا من الحر. كل واحد عمره جزء 60 سنة ما شايف راحة بالعراق. عم والله فشلتوا. نعم. والله فشلتوا. بنا تحسية مالتكم تحت الصفر. نعم. مثل ما تقول لكم مثل عدنا يسمونه دجاطية. يعني والله العجيز جزعتونا ترى ما حد من العراقيين عنده بعد ولا للوطن. الشعب ما عنده ولا للوطن بعد. نعم. بل الله وكيلك مل يعني هاي الامراض السرطانيه ذول السياسيين اللي امتصوا الشعب الاخيرات الشعب العراقي واخذوا راحه الشعب العراقي وراح يولون واللي صار بعد ما حد ينتخبه سقطت كلها سقطت هاي الحكومات ذا الشعب. جزاك الله خير الجزاء خمسة حمسك. نعم لا العفو شكرا لك ابو علي. ويا ارتفاع درجات الحراره وتفاقم الجفاف بالعراق، واللي العراق يعتبر واحد من اكثر 5 دول بالعالم تاثرا بالتغير المناخي بوفق الامم المتحده. العراق يشهد بالسنوات الاربعه الاخيره موجات جفاف متتاليه وما لها اي حل، اتسمت بنقص المياه وانخفاض ملحوظ بمستوى الانهار بظل مناخ شبه صحراوي اصبح بالعراق. بعد انعدام الزراعه بيه وانعدام الحصص المائية العراقية اللي هي حصص العراق، وصل توقعات أنه تكون السنوات الجاية أكثر حرارة وراح تتخلى لها موجات حارة ما مسبوقة بالعراق كله بسبب التغيرات المناخية بحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي. خلال أيام شهر تموز اللي تتسم بشدة حرارتها وراء ما تخطت درجات حرارة 50 درجة مئوية في أكثر من نصف محافظات البلاد من بينها بغداد ومحافظات جنوبية، وفقا لتقرير هيئة الأنواء الجوية العراقية، بعدها المحافظات العراقية تعاني من شحن مياه بدون اكتراث حكومي. تعال نشوف. بعد ان عجزنا عن مناشدة الحكومة المحلية في ذي قار، مناشدة الى الحكومة المركزية في بغداد، مناشدة الى الحكومة المركزية في بغداد المتمثلة برئاسة السيد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء، نحن ابناء قبيلة آل زيرج
نحن أبناء قبيلة آل زيرج في ذي قار، بعد مرور سنوات عجاف والله مرت علينا، حصلنا على محطة ماء من صدوق إعمار ذي قار، والمحطة كلفتها وصلت إلى 9 مليار، كلفة المحطة 9 مليار، كلفة المحطة 9 مليار، وهاي النتائج مالتها، صار لها 4 أشهر من انفتحت، 4 أشهر من انفتحت والله، 4 أشهر إلى 5 من انفتحت وهاي نتائجها، يوميا الانبوب مفجور، يوميا الانبوب الناقل مفجور، ورجنا الحكومة المحلية كلها في ذي خير، من المدير الناحية، الدائرة المائية المتسلسلة على هذا الانبوب، اليوم انفجروا هم جو صلحوا. اجوا بساعة بساعة وهاي الحفارة شوفها هاي حفارتهم مخلينا خاصة على هذا المقطع. يا رئيس الوزراء، يا رئيس الوزراء مناشدة لك، هاي نحن أبناء عشائر ما عندنا باي بالعباس. عندنا محطة تحلية عبارة عن حفرة والحفارة موجودة، ما دام دي يدفعون إيجار لأبو الحفارة واللي سوق الحفارة قاعد بالبيت وفلوسه توصل لي، أما الحفارة تبقى ما تبقى عادي، أما المواطن يحصل مي طز. هم هيك يفكرون، مو أنا أقولها، وأعتذر من الشعب. هاي الصورة بقضاء المحمودية في حزام بغداد، اللي كان في يوم من الأيام قضاء المحمودية يعتبر السلة الغذائية للعاصمة العراقية. سكان قضاء المحمودية يعانون من شح المياه وصاروا مضطرين أن يمشون إلى مسافات طويلة حتى يأمنون حاجتهم اليومية من المياه بجليكانات أو قلانات بلاستيك. تعالوا نشوف. عندكم مي؟ عندكم؟ وينكم مي؟ ما عندنا. والله ما عندنا وين نقلب من العالم. نجد غواتنا من وين المي. مشكلة انه انا اريد اسال كبار السن، لانه انا وعيت على جزء بسيط او على نهايات الحرب العراقية الايرانية اللي العراق جرع الخميني فيها السم، لكن حتى بالحرب العراقية الايرانية اللي استمرت 8 سنوات ما صارت هاي الحالة، حتى بالام المعارك ما صارت هاي الحالة، حتى بضربة 94 ما صارت هاي الحالة، وال 98 ما صارت هاي الحالة، وال 2003 ما صارت هاي الحالة، بس وراها قمنا نشوف صار عندنا أزمة على البنزين، وقامت العالم تطبق ثروات على البنزين خانة، وتعلمنا على الفردي والزوجي. أتذكر حالة واحدة بحربهم المعارك بالتسعين، صارت في فترة من الفترات أزمة وقود، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية بوقتها ضربت مصافي النفط العراقية، وقاموا العراقيين يستخدمون ثلج وقنان الغاز والنفط الأبيض يخلطوهن سوية ويشغلون بها سياراتهم، وخربت هواية سيارات بسبب استخدام الغاز وراء ما يكثفوه حتى يتحول من قنينة إلى سائل، وهواية ناس تأذت بسبب فتح القنينة مع الغاز، بس ما صارت وراها، ما شفناها. المهم حسام الدين، مع الأسف الدول وصلت للمريخ وإحنا بلاد رافدين، والأنهار والآبار العذبة ماء صالح للشرب ما يوصل للناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو سجاد، ماكو شيء غريب بالعراق، لا أحد يستغرب، كل شيء وارد في هذا البلد، بلد العجائب. جمال، مفروض يوجد سد كبير لخزن المياه بالشتاء، الدولة بس تفكر بالبوق. محمد العبادي، أهم شيء الحكومة بها أنفاس الزهراء خلي يخرب العراق. أحمد داخل الكويشي، أبسط حقوقنا ماكو مع الأسف، يرى ثورة تقلع شك وسافل إجا على أظاهر الدبابة. أحمد الذهبي، إذا أنتم على نهر دجلة وما عندكم ماء الله يساعد المناطق البعيدة، يقصد المناطق اللي ما بها أنهر. الاستثمار صار واحد من أشكال الفساد الحكومي بالعراق، وما تسلم بأياد الاستثمار أي محافظة، والاستثمار عاث بمحافظات العراق الفساد وعاث النهب بمختلف مفاصل الدولة والمحافظات وأذى الناس. نبدي من محافظة الأنبار. محافظة الأنبار نطوا مشروع إلى الاستثمار، المفروض المشروع يكمل اللي هو عبارة عن عمارة سكنية أو عمارة كاملة، مجمع سكني مجمع تجاري، لكن الشركة المنفذة نفذت الطابق الأول اللي هو فقط بعض المحال التجارية، وأحيل بعد ذلك المشروع بالكامل للاستثمار حتى يجون ناس يأجرون، لأنه المشروع منجز من قبل المستثمر.
تعالوا نشوف المشروع المنجز. هاي الهيئة مط استثمار وأصلها بناية قائمة مجرد انضافت إلها بس محلات. هذا استثمار لو دمار، هذا سرقة أموال الشعب يا هيئة الاستثمار. هذا بقضاء الرطبة بشارع الزيتون مجرد انبنت هاي المحلات انضافت الواجهة البنائية. مجمع الريم الترفيهي، هو اسمه مجمع محلات الريم الترفيهي. واحد من المسؤولين عنده بنية اسمها ريم، قالت لبابا أريد تشم محل، قالها تأمرين بعيد ميلادك الجارة عبني لي تشم محل. وين؟ قالت له بالرطبة، قالها تدللين. وهذا اللي صار. أما في مدينة الفلوجة، بمدينة الفلوجة ناشدوا أهالي المدينة بسبب سطوة الميليشيات والمستثمرين ورمى زاحمة ومداخل بيوتهم واستحواذهم على الأراضي السكنية وأيضا الأراضي التابعة للدولة وهي الشوارع. بمشهد يدلل لكم حجم سطوة المتنفذين من دون التفات المناشداتهم. تعالوا نشوف. مناشدة إنسانية إلى كل من يهم الأمور وعلى رأسه الأستاذ محمد الشاعي السوداني. تعال شوف أهلك وناسك في مدينة الفلوجة منطقة جنوبية خلف مجمع الرحاب. تعال شوف المستثمر مال مجمع الرحاب ايش سوى بينا، يعني لا حسيب لا رقيب بكيف يجيب ويكفي ياخذ بقاعين العالم. قطع علينا هاي المنطقة حي بكملة خلف مجمع الرحاب. ما له بس هذا المنفذ، هذا المنفذ الطب وتطلع منه العالم الفقير والمريض والعاجز والمعوق. فمناشدة إلى كل المسؤول. هو ناشد بالأموية مجمع الرحاب أخذ شارع من 30 متر سواه 5 مترات. دم الشارع كان الشارع 40 قلص المسار الشارع 5 مترات، وانت يريد ياخذ الشارع ال5 مترات لحقنا عليه. أنا أقول بالعراق طاشة سيارات كهربائية هل قداتها وردية وصفرة وخضرة وماوية ودي يروجوا لها إعلاميا والعالم تضحك عليها. أنا استفتهمت الغاية، لأنه المستثمرين دي يبقون الشوارع ويقلصوها من 40 متر ل5 مترات، فهم دي يجيبون سيارات حتى 2 يطبقن واثنين يمشن وتبقى جزرة وسطية متر بمتر متر بمتر، والجزرة شوية عندك مجال بخامات فوت قشط. اجا واحد ما يعرف يسوق، اجا واحد بعد توه متعلم يريد له شويه مساحه، خو ما ياخذ السيارات من الطول للطول. فاستفتهمت ليش دي يجيبون هذا النوع من السيارات حفاظا على حياه المواطنين واموالهم، وما يجيبون لهم سيارات كبيره لان شوارعنا راح تصغر شويه شويه. ويقول لك بعد ما عندنا شوارع. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على الموضوع، واول تعليق من ابو حمزه: حسبي الله ونعم الوكيل، عليكم قادرين بس على الفقير يا أخوي. سائر كريم: حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد تردون من الناس الفقراء. أكثم الخفاجي: واللي يشوف كلاواتهم مال إزالة التجاوزات بس على أبو البصية يركضون. أبو جودة البيضاني: عافية أحزاب، ما بقى شيء بالعراق إلا ونهبوا واستولوا عليه. مرتضى غانم: هاي نوب خوش دروب، لعد وين كان من بنو الأهالي لو هسه يلا تذكروا. وفدوش الكناني: شنو هاي اللي الى وين راح نوصل؟ محرام هيك، حسبي الله ونعم الوكيل. العراقيين دا يعتمدون على المولدات الكهربائيه حتى يامنون ساعات اضافيه من الكهرباء بسبب تدمير البنى التحتيه وشبكات الطاقه اللي ما تجيب لهم شيء خلال العدوان الثلاثيني في تسعينيات القرن الماضي، وراها هدر الفساد العام اللي كرسه الاحتلال الامريكي وحكومات المتعاقبه لمليارات الدولارات على هذا القطاع من دون جدوى. مع تقادم عمر المحطات الكهربائية إضافة عند التزايد السكاني والتوسع باستخدام الأجهزة الكهربائية على رأسها المكيفات، باتت الكهرباء الوطنية عاجزة عن تلبية حاجات المواطن، واللي اضطر إلى أن يلجأ إلى مولدات أهلية، واللي تحولت شيئا فشيئا إلى سبب رئيسي لإلحاق الضرر بالبيئة العراقية وشمل ضررها تلوث الهواء وهدر المياه إضافة عن الضوضاء. حتى تعرفون تفاصيل هذا الموضوع خلونا نتابع سوية هذا الانفوغرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي في قنوات في قناة الرافدين.
كان هذا الانفوغرافيك اللي يتكلم عن الكهرباء والمولدات الخاصة اللي يتم استخدامها من قبل العراقيين. أثارت أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالعراق غضب الشارع العراقي من فشل حكومات المتعاقبة وآخرها حكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشيع السوداني، واللي أطلقت وعود حكومية وهمية بمعالجة ملف الكهرباء على الرغم من أنه هي أنفقت على هذا الملف، أنا قلت لكم إياه وأرجع أقول لكم إياه، أكثر من 80 مليار دولار من 2003 لليوم. تخيلوا الرقم، أكثر من 80 مليار دولار. اللي أنا إذا تعطيني هذا الرقم وتقول لي أسس الكهرباء العراقية، أقلع شبكة الكهرباء العراقية بالكامل وأسسها من جديد، ويمكن تزود 80 مليار. ويا ارتفاع درجات الحرارة بالعراق تكررت انقطاعات التيار الكهربائي والساعات طويلة عن مختلف المحافظات العراقية عدا محافظات كردستان العراق. العراقيين دا يعانون هواية خصوصا خلال فصل الصيف بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وتعجز شبكة الكهرباء الوطنية عن تلبية الطلب المتزايد على طاقة لتشغيل المكيفات والمراوح الهوائية لتبريد المنازل والمباني، ويضطرون هواية من العراقيين أن يعتمدون على مولدات الكهرباء الخاصة اللي تكلفهم أموال حتى يشترون الوقود اللازم لتشغيلها. بظل تدهور التيار الكهربائي وتراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية بعموم العراق، تساءلوا مدونين على منصة اكس عبر وسم هاشتاغ الكهرباء وين، من دون أن تكلف الحكومة نفسها حتى تجاوب هذا السؤال الأكثر إلحاحاً بهاي الفترة. جبنا لكم بعض التغريدات. سيف هادي: سؤال نبحث عن إجابته، صار 21 سنة ولا نزال نبحث، والمطبلين للحكومة لا يزالون يطبلون، هاشتاغ الكهرباء وين. إلى كل وزير السلم وزارة الكهرباء منذ تشكيل الحكومة ولغاية الآن، كتبها ناجي عسل: بصقة كبيرة بحجم معاناة أطفالنا بهذا الحر، بصقة نضعها على جبينكم يا أوغاد، وبصقة خاصة إلى الوزير الذي قال سنصدر الكهرباء في عام 2013. مبروك حسين الشهرستاني، جدتك وحدة. يوسف: على مدار 3 أسابيع انقطاع للكهرباء وبنجاح ساحق وبتجهيز لا يزيد عن الساعتين، تحية لحكومة الخدمات ولطيب الذكر حسين الشهرستاني. وريهام حسن: الكهرباء بالعراق تحت رحمة إيران على الرغم من العراق مبيع تفصيخ الإيران، شو وقت ما يعجبهم يقطعون امدادات الغاز ونبقى تحت رحمة أبو المولدة. حكومات متعاقبة ما قدرت تحل مشكلة الكهرباء بالعراق فقط لكي تبقى إيران مستفادة من هالوضع. هاي التغريدة وغيرها واللي قبلها واللي قبلها وهواية من التغريدات اللي كانت موجودة على منصة اكس على وسم الكهرباء وين. مشكلة العراق اليوم لما يتعامل ويا قضية مثل قضية الكهرباء ويسمع بالمليارات اللي مصروفة على قضية الكهرباء ويصفن، يا ترى أنا بلدي صارف 80 مليار دولار والعراق ما بي كهرباء. إذا نريد نقارن بداية صعود دبي، خلينا نقول في عام 1990 بلشت دبي تنهض اقتصاديا و و و فنيا ومركز تجاري ومركز سياحي. من 90 لليوم ونروح على أي حكومة أو أي مسؤول في الإمارات العربية المتحدة ونقول له إيش قد صرفتوا من 1980 لليوم على كهرباء دبي، يمكن يقول لك 30 مليار. 80 مليار دولار أهد محطات توليد الطاقة الكهربائية كلها وأبني محطات جديدة. 80 مليار دولار استفاد من شمس العراق اللاهبة في توليد الطاقة الكهربائية، لأن أكو هواية دول هسه تولد الكهرباء من الشمس والطاقة الشمسية. 80 مليار دولار المفروض المواطن العراقي اليوم يعيش بكهرباء حالة حال قطر ما يدفع فاتورة. 80 مليار دولار اليوم المفروض المواطن العراقي قاعد ببيته مرتاح ويقول لك أنا كهربائي على الحكومة لأن صرفوا هذا المبلغ وخلص. 80 مليار المفروض إذا انصرفت من 2003 إلى 2024 العراقي ظل عفواً للي 3024 يعيش على الكهرباء اللي أسسوها ذول الحكومات. لكن أنا أقول لكم وين هم صرفوا 80 مليار دولار على الورق، بس 80 مليار دولار على أرض الواقع ما انصرف من أدها سنت. 80 مليار دولار اشتروا بيها قوط وبدلات
وساعات فارهة وسيارات وحمايات وتهوات ومدرعات و و و و اشتروا بها ذني قصور في أوروبا والخليج، يخوت، سفرات، يلعبون قمار وبوكر في نوادي وكازينوات العالم. والمواطن العراقي ما داري الأمان. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الثلاثاء. في أمان الله.